بسم الله قبل كل شيء، مرحبا بالأخوين الكل. يظهر لي ديما شوف الماتش المباراة الأولى في مرحلة المجموعات ديما مش يكون ماتش سهل، سيتو ديما الديبار ديما صعيب، وخاصة أنه الأدفاسير الحق ما عنيش عليه فكرة كبيرة. خليني نقول لك، واحد من الناس اكتشفناه سيتو في الشوط الأول، حتى المعلومات اللي حابين ناخذوهم ما لقيناش برشا حاجات، دونك هذاك اللي صعب علينا شوية الماتش. روزمون جا في تونس، خاطر هذوما تعرف الزلفاسير في بلادهم ما تعرفوش، دونك ينجم يعمل لك برشا مشاكل. الحمد لله الماتش الاول ديما حاجنا بتروا بوان، في دي مومون كنا باهين، في دي مومون زاد مليون بتيتر، حتى وقت اللي اخذوا ولا الزلفاسير خذا الكره كنا بيان بلوك، معناها كنا واقفين مليح. قلقونا شوي بتيتر في الثمان 5 مينوت في الميتون الاول، شوي صار فلوتمون في الديفونس، صلحناه من بعد، وحتى لي مومون اللي كانت عند الادفيسير الكره كنا واقفين مليح. ماتش مش سهل، سيتو احنا عندنا 25 يوم بعد على الكومبيتيسيون، دونك هذاك علاش والناس الكل تستنى فينا كيفاش نكونوا بعد التريف هذي، سيتو خرجنا في من ديناميك باهي، دونك هذاك بيتيتر اللي خلى شوي ضغط من الاول. مي هذاك هو الفريق اللي حاب يمشي لبعيد لازم يكون حاضر، لازمك تربح الماتشات، دونك نتصور ديبار باهي يعطينا ثقة نكملوا نخدموا في السيرينيتي. دونك هذا هو الماتش، ما كان سهل سيرتو مونتالمون. تلي ديكلاريت البريود الاخرى قلت راهو بالافكتيف هذا بخاطر ربي ما عندي اوبجيكتيف نحب نمشي به لبعيد، سكو راني قال حساب كل شيء، خاطر في الكره فما كل شيء، فما لي بليسيور، فما لي كارتون، فما لي كل شيء، فما بالك في اسبوع يغيبوا لك ثلاثه اصابات اللي هم حسام السويسي وسام بن يحيى، وكمل خلط تغيث البارح، معناها هذوما حلول في الوسط بصراحة كان نجم يعطينا أكثر بلوس. مي ديما نقول معناها لو ما عندناش حتى عود مانيش من بعد شغل لا سي فيري، لأني قلت باش نمشي بعيد، مي تضرب لي فلان وفلان، هذيك الكورة معناها هذيك تبدا قاري حساب كل شيء. أنا اللي فات اللي تكلمت كان عندي ثقة في الجروب الكل، هذاك علاش راهو أنا حتى اللاعبين نحكي معاهم ديما نقول لهم نحن تو 30 ملاعبي، بدات ثم شكون يلعب في روحه يقول لك بعيد راهو ردوا بالكم على الكورة سافا فيت، معناها راهو تنجم بعد ماتش اثنين تلقاو احنا مواندري الجماعة هذي وصلنا نترينيو ب 18 و 19، دونك هذاك علاش اللاعب ديما يخدم والكرة ما فماش حتى حد عنده بلاصتو، وكيف كيف باش نهار اللي يغيب لك واحد ما يقعدش تبكي ولا تظهر معوض حاضر، دونك من نهار الاولي لازم يكون موجود. وكا سيركونستانس تاع الماتش لازمك تحضر كل شيء، سي فيلي بتتر ضربة الطيب اللي في شولي، معناها من هنا الغدوة نشوفوا في الكاحل، من هنا الغدوة نشوفوا شنو باش يعطينا راديو، دونك ان شاء الله تكون لاباس خاطر مستحقين لاعبيتنا الكل، سيتو ثما دي كومبارتيمون اللي ماذا بيك ما تخسرش فيهم برشا ملاعبين. بالنسبه لكينغز ليدو بصراحه غراتويت، انا بديت نرفز تعليم يعرف روحه عنده دوز افيرتيسمون وما تستحق ما تستحقش، وسيتو اتاكون وتاخذ في تروا ماتش تاخذ تروا كارتون ان ادميسيبل بصراحه، دونك تحمسوا ليتو غاب هو مش معناه باش نقفوا احنا، المعاوض موجود بقدرة الله، داير انك تشوف انا في الرباع ساعة الاخر حطيت حمدي اون بوانت فما تحضر حتى الماتش الجاي. بالنسبة كيما قلت لك ليصابات هذاك هو ريسك، معناها هذاك هو ريسك في الكورة، عندك النجم تزوز ثلاثة يضربوا لك، ما بقدرة الله بالموجود راهو قادرين باش خاطر تعرفوا عندنا ثمانية ماتشات في 35 يوم ماهوش سهل، دونك الناس الكل باش تلعب، الناس الكل حاضرة، والتو اللي باش يهبط معليه كان يولي اللي هو يستحق يكون موجود وكا. فهمي احنا اللي كنا سيتي فولو، معناها حتى انا كي حكيت مع النبي دوزيميتون نحطوا ساقينا اكثر على الكوره ونحاولوا نستغلوا كل كوره تجينا، مره اخرى بتيتر ديسيبسيون اللي كل وين ناخذوا السكور وناخذوا لافونتاج نوليو دي زوكازيون يجيونا بتيتر اسهل من اللي ماركيناهم وما نجسموهمش، بتيتر هذا اللي قلق. ديما الملاعب ساتيسفي دو زيرو، انا متاكد نعاود نقول كي جينا زيرو زيرو ثم كوره جينا دوزيميتون كنا نجموا نجسموه، ما زاد منهمش برشا عن لاعبيه كيما قلت لك بعد على ريتم، دونك كيف كيف كل لاعب زاد يخمم، تعرف سيرتو صارت لنا اصابات البريود الاخرى، دونك كل لاعب يحسب كل لاعب ماذا بيكون حاضر في الكومبيتيسيون هذي، دونك الناس الكل بيان سور في الاخر كل حد مش باش يعطي 100% كيما قلت لك ليسونسيال تعمل من الاول، دونك فماش علاش باش نهبلو، سيرتو من بعد جمعه عندنا ماتش اخر والادفيسير يتفرج فيك توك تعرف الماتشات الكل تيليفيزي، دونك هذاك علاش بارفوا لازمكش تعطي اصلاحتك الكل. وكاهو ان شاء الله الماتش الجاي نكونوا حاضرين خير من اليوم ان شاء الله. نمشي معاك اليوم بار اكزومبل سي فري، حتى كان ما كانش ريت معالي دوزيام ايتون ما زاد ثم ادفيسير معاك، معناها الادفيسير ما قلقكش، دونك نعاود نقول راهو كي تاخذ سكور من الاول سيرتو ماتش اليوم سبيسيال شوي خاطر من بعد جمعه عندك ماتش اخر في الافريك،
انا واحد من الناس اليوم ما كنتش اكزيجون برشا مع الاولاد حتى دوزيام تون، بالعكس انا نعيط لهم جيت نحط سقينا على الكره خاطر فماش عليه 2-0 ساتيسفي به، نجم تطلع الريتم والبريس وكل تخسر انرجي زايده وانت 3 بوان عندك. دونك انا واحد من الناس كبش عليك الماتش اليوم ما كنتش اكزيجون في البوان هذي، مي ناكد لك راهو فيزيكمون رينا خير، انت ترى بسام اسرار في اخر دقيقه يجري وكل، دونك احمد خلي ثم الناس ثم دي روبير عندك في الجروب، دونك رانا فيزيكمون لاباس علينا سي تيفولو معناها دوزيام ميتون فماش علاش باش نقابلو باش نطلعو الريتم، سيرتو عندنا ديبلاسمون في برشا تعب وادفيرسير كيف كيف ما نعرفوش وتيران ما نعرفوش، مي راهو ناكد لك راهو بقدر ربي في باش نوليو كسوا ميتون ولا دوزيام ميتون باش نكونو خير من اللي تعدى ان شاء الله. انت شوف وقت اللي تلقاه هو على اليسار تلقى شكون خذا له بلاصتو على اليمين، دونك راهو اي تلقاه على اليسار قلت لك على الكلوار، خاطر شنو احنا تلمينو بارفوا بسام يقعد حال على الكلوار وهو يدخل معناها للانتيريور بارفوا يكمل الاكسيون خاطر هو شوف بويسك هو بطبيعته اتاكون، دونك راهو ديما من غير ما يشعل يلقى روحو. مي اليوم انا تنفزت عليه مش خاطر مشى غادي، مي في الديسيزيون تاعو معناها نورمالمون مشيت لغادي عملت فور كبير عملت سيبيليتي نيميريك يلزمك في الاخر تعطي باس في بلاصتها هو تخمر كان يكمل خير هكاك، مي مش مشكله انا لو فات شوف ديما نقول لعبيتي لو فات اللي كل زون موجود فيها ملاعبي ما يقلقنيش يكون لاترالي على اليمين ولا على اليسار، المهم ما يصيرش ديزيكيليبر هذاك اليسار، انت ترى كل وين واحد يبدل بلاصه تلقى شكون في بلاصه معناها شكون مغطيه، دونك بالعكس ما يقلقش وهذا معناها بالعكس لازم كل ملاعبي يلا في اكثر من نكتشفوا فيه خاطر ما عندناش عليه حتى تكلم خذينا عليه دي زيدي صغار معناها خاطر حتى الماتشات اللي تلعبوا غادي الحق ما نجمناش ندبروهم، دونك اصعب ماتش انك تبدا عندك فكره على الادفيسير وتكتشفوا في الجور جي، دونك نتصور هذاك علاش ميتون دول هبطنا شوي حذرين اللي عرفنا نركي في لي مومون الباهيين، دوزيام ميتون يظهر لي سيرتو عندك من بعد اسبوع عندك ديبلاسمون دونك فماش علاش تهبل وتضيع برشا انرجي، دونك جارينا الماتش 2-0 يظهر لي بالنسبه لنا احنا سكور باهي نخمو في الماتش الجاي، هذاك علاش دوزيام ميتون حاولنا نجاريو بقل ليفور نستحوذوا على الملعبيه اللي جاي خاطر نعرفوا ديما جاي اصعب ماتش اون ديبلاسمون جاي باش يكون فيه اكثر كون جو واكثر انرجي، دونك غياب غير صغير صحيح بالنسبه لنا احنا خسرنا في الجمعه الاخرى عن حسين السويسي وعلي العمري ووسام وغيث، دونك دي زابسونس يقلقوا، مي نعاود نقول راهو ليكيب اللي تحب تمشي لبعيد لازمها تعمل على المجموعه وهذاك اللي صاير، دونك نتصور اللي حاضر يزازي مي بقدره ربي غدوه يعمل لي الام ان شاء الله يا رب ان شاء الله نكملوا احنا خاطر فوا فرحتك تتنغص بحاجه فهمت، ان شاء الله نكمل غدوه غايتي يبدا لاباس بقدره ربي باش هكاك نكونوا ان شاء الله ماشيين في طريق ساهل ان شاء الله. كي نبدا لك بكيستيون ثانيه بالنسبه لنا احنا ادم خاطر شوف ادم راهو ديما عندنا كتشوف انا واحد من الناس عملناه نبعدوا على الجروب ومن بعد يعاودوا على الجماعه خاطر شوف في مصلحته هو خاطر انا ديما نمني اللي عنده لي كاليتي ميزم وفيق خاطر ادم ديما نقول لك ما عادش ادم تاع ثلاث سنين تالي عمرك 17 توا سيير دلال وفا وما عادش توا لازمك تفيق روحك ما نجم راهو الناس تعاونك تقف معاك اذا ما تقفش انت روحك راهو ما يعاونك حد ان شاء الله يكون استوعب الدرس كريتو داخل بلغه الكره جيعان دونك اعطينا ليبرتي خذ ثقه خذ كره العب عنده لي سونساسيون بعاد على بعيد عليهم من مده ان شاء الله خاطر ديما احنا مؤمنين اللي بوتنسيال كبير ان شاء الله بقدر ربي بتي تابتي يرجع ان شاء الله. شوف اليوم شكون مثلا اليوم بتتر اللي شونجمون الوحيد انه رشيد العرفي كان في ميليو تيران ورشيد نعرفوه ملاعبي بصراحه انتيليجون ملاعبي تكتيكيا معناها في ريسبتيف دونك هذاك علاش انا كي غاب وسام وغيث اول اوبسيون خممت فيها رشيد خاطر ملاعبي كما قلت لك يعطيك برشا حلول ذكي يعرف وين يطلب وهذاك اللي صار اليوم ما قصرش بالنسبه لي انا سيتي برمي لي ميور اذا كان مش لي ميور سيتو ما لعبش في الريجيستر اللي مسانس بيه برافو ليه ليكيب قاعده تلحم بشوي بشوي وهذاك علي سيتو هذاك لي شونجمون كل ما يغيب لك حد ماتش في قفصه غاب بس اليوم شي اليوم غيث رجع شاب لعبيدي كيف كيف زاد رجع من بعيد عدى جرون ماتش اليوم هذول كلهم حاجات باش يعاونونا اللي بقدر ربي دي سي الفاز الجايه الناس كلها تبدا في نيفو واحد بقدره الله. اليوم ما حبيت نقول لك النادي الافريقي ما شافش محترم اكثر من لازم من هذا سنين ما تشوفش انه اول كوره اول تسديده من عند بسام جات مع هذاك من بعدها غابت التسديده ما كانش ينجم يكون سلاح مهم للنادي الافريقي. شوف معاك اللي اليوم شوف زين عاود نقول راهو اللي صعب علينا المباراه اني لادفيسير ما عندكش عليه حتى فكره دونك دخلنا او ميم طون لازمك تاتاكي ولازمك تبريسي او ميم طون
طلت بالك من الادفيرسير شنو لي زاتو اللي عنده، شنو بصراحة عنده دي زاتو باهين ماهمش خايبين. احنا كيما قلت لك ليسونسيال عملناه في 20 مينوت، ما كنا دو بوت. دونك من بعد يظهر لي ولينا نخمو في الماتش الجاي، سيتو من بعد 5 ايام عندنا ديبلاسمون لبرا لانغولا، دونك ولينا نجريو كيف كيف. زاد ماتش الناس كنت تتفرج توا ماتش تيليفيزي، دونك ما تعطيش لي زاتو نتاعك الكل. دونك هكا ماتش الاول حاجتنا ب 3 بوان، ومن بعد قلت ربي كل ندخل في الشامبيونا اكثر كل وين وين ان شاء الله تراوي جمعيه خير من هكا.